اليمن، السعودية، المعركة اللي ما كانت منتظرة واللي بلشت فعلا تخوف كل الناس من كل المنطقة مش بس الجزيرة العربية. المفارقة انه بالمكان نفسه اللي اليوم عم تصير المعارك بين الجيش السعودي والمتمردين اليمنيين هي نفسها الجبال اللي بالماضي اللي كان فيها جيش عبد الناصر عم يتلقى ضربات قوية من القبائل نفسها اللي عم تحاربهم السعودية، مع فارق انه بالمرة الماضية كان الجيش السعودي والسعودية هي اللي عم تدعم هذه القبائل لوضع حد لتمدد عبد الناصر بالمنطقة. الفكرة الأساسية انه هذه المعركة الدائرة اليوم تماما تشبه ما حدث سنة 1960 بوقتها كان في تحول بالمنطقة، كان عم يقوده جمال عبد الناصر لتغيير وجه المنطقة وكان عم تصف أنظمة واحد تلو الآخر. اليوم أيضا هناك تحول أقليمي بالمنطقة كتير كبير، وهناك قوة صاعدة بتخاف القوى المحافظة الموجودة اليوم بالمنطقة أنه تجي هذه القوة الصاعدة وتأثر لها على مواقعها. حتى ولو كانوا الحوثيين مش أدوات إيران كما يقال، وحتى لو لم يكنوا يتلقوا المساعدات منها مباشرة، لكن بالفعل هي حالة بدأت تنمو وتكبر لدرجة أنه ممكن تفتح باب التداخلات إلى أقصى حدودها. بتصور نحن اليوم أمام حالة جديدة بالمنطقة، حالة مخاطرها كتير كبيرة على المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية اللي كانت ناطرة هكذا خطر أن يأتيها من الشرق، من شمال الشرقي بالمنطقة الشرقية بظل التوترات الطائفية القائمة هناك ما بين خصوصا بعد حرب العراق. اليوم اجى التوتر من الجنوب، كمان ايضا من فئة اسمها الحوثيين، لا يخيط رابط بينه وبين ايران، يعني لدرجة انه صار له خطر بدل ما يكون شرقي صار له خطر جنوبي، وكأنه في محاولة لتسويق المملكة من كل المطالع. ربما تنتهي الحرب بسرعة، لكنها إذا طولت بتصور ما بتعود الحرب بين الجيش السعودي مع الجيش اليمني ضد مجموعة من المتمردين، حفنة من المتمردين، بتصور راح يكون باب لصراع طويل، وبتصور كتير ناس إلى المصلحة بهكذا الصراع أن يستمر ويبقى، منهم مش بس قوى إقليمية أيضا قوى دولية. والله يستر.